السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع هام جدا، ويعني فريد من نوعه، يعني في الجزائر. هو مصنع لإعادة رسكالة المواد البلاستيكية، واحنا نعرف يعني في المجتمع، في أي مجتمعات في العالم، الاستهلاك يعني المفرط للقارورات البلاستيكية، ويعني والساشيات والامبالاج تاع البلاستيك إلى ما إلى ذلك، حتى في بعض الصناعات يعني تستهلك مواد البي اتش دي في الأنابيب، وتكون فيها يعني فضلات من هذا النوع. يعني وهذا المصنع الموجود في ولاية معسكر وسوف يفتتح في شهر سبتمبر هذا، ويعد واحد من أكبر المصانع لإعادة تسكالة البلاستيك في العالم، والأكبر في إفريقيا هذا بدون منازع. وكذلك يعني موجود المصنع هذا موجود في المنطقة الصناعية تاع عكاظ، 65 كيلومتر على التي توجد تبعد 65 كيلومتر على مدينة معسكر. والمستثمر هذا هو مستثمر جزائري، يعني استثمر ما لا يقل عن 200 مليار سنتيم للوصول إلى هذه النتيجة. يعني القدرة تاع le traitement يعني la capacité de traitement de l'usine تعادل يعني القوة نتاع التريتمون نتاع يعني المعالجة نتاع النفايات البلاستيكية تعادل ما لا يقل عن 40 طن من النفايات البلاستيكية، 40 طن يوميا، ما يعادل 2000 يعني زوج أطنان في الساعة. وهذه إضافة جد إيجابية لهذا للاقتصاد الوطني، لأن كان هذا يعني كان هذا الجانب بتاع الرسكالة وتثمين الفضلات وتثمين النفايات، كان يعني المستثمر الوحيد كانت الدولة اللي دارت مراكز لمعالجة النفايات، واللي ما تكفيش يعني، لأنه يعني مع التطور العمراني ويعني التطور الديموغرافي وكذا، وكذلك تغيير في النمط الاستهلاكي نتاع المجتمع، أصبحت المراكز هذه لي سي او تي، لي سونتر دونفويسمون تكنيك، أو لهذه المراكز تاع معالجة النفايات، أصبحت لا تكفي يعني لا تفي بالغرض. إذا كان يعني من الأجدر ومن الضروري أن تدخل استثمارات خاصة في هذا الميدان، ميدان تاع إعادة الرسكالة تاع رسكالة النفايات وتثمين. الآن لا نتكلم عن معالجة النفايات، نتكلم عن تثمين النفايات، لأن النفايات أصبحت يعني مورد هام، سي برودوي يعني كأي موارد اللي ممكن يعني لو فريكتيفي، نرجعوه مدير للثروة، ونرجعوه العوض أن نشاهد أن ننظر إلى النفايات كأنها عائق على المجتمع. الآن النظرة هي أن النفايات هي مورد ثروة، تعتبر ثروة يمكن إعادة يعني تغييرها، معالجتها واستعمالها في ميادين أخرى. إذن ومنها الزجاج والبلاستيك والانواع تاع الخشب، وال كاين كثير، وحتى النفايات المنزليه لي زوردير ميناجير يعني يمكن استعمالها في
انتاج انواع من يعني الساشيات مخدومه وتم مواد مخصبه والى ما ذلك. يعني المجال مفتوح امام الكفاءات وكذلك امام اصحاب الاستثمار اللي عندهم الاموال اللي يقدروا يستثمروا في هذا الميدان. اذا مبروك للجزائر بهذا الانجاز العظيم نتاع اكبر مركز لمعالجة البلاستيك في افريقيا. هذا هو بسعة كما قلنا، نعاود نشوف بسعة بالسعة نتاع 40 كاباسيتي جورنالية دو 40 طن، 40 طن في اليوم. اذا هذه هي السعة نتاع هذا المصنع لمعالجة النفايات، 40 طن يوميا. ان شاء الله يكون فيه مصانع اخرى قريبة من المدن الكبرى خاصة، ويعني وفي مجال معالجة مواد اخرى يعني الزجاج ومواد اخرى كذلك. الورق ثاني يمكن معالجته وجمعه ومعالجته والى ماذا، يعني بنماتيك للكاوتشو، يعني العجلات المستعمله تاع السيارات في كثير، يعني حديد كاين، يعني المجال ما عندوش حدود. يعني تبقى الايادي وتبقى الادمغه ولي كومبيتونس لتطوير هذا الميدان. وهذا هو يعني جانب من جوانب الاقتصاد نتاع يعني تاع الاقتصاد الدائم، يعني لو ديفلوبمون ديرابل. هذا هو هذا جانب من قضيه ولا لا نوسيون تاع لو ديفلوبمون ديرابل، يعني ان ديفلوبمون كي سوا امي دو لا ناتور، كي سوا امي دو لوم، كي سوا امي دو لا تير، لي ان ديفلوبمون كي نو نوي با ا لانفيرونمون، كي ريست تو لو طون bénéfique pour l'homme. C'est ça le développement durable, c'est ça l'entreprise amie de l'homme. Et donc, nous nous tafis avec ce qadr, nous nous laissons dans la prière d'Allah et de la protection. Inch'Allah, il y aura d'autres usines dans le futur.